السلام عليكم. أهيو. في هذا الفيديو سأعطيكم أقوى شخصيات تاورو فانتزي بالترتيب لكي تعرف أي شخصية تختار وما هي الميتا الحالية في اللعبة. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك لنصل لي 50,000 مشترك في أقرب وقت، وشكرا على الدعم في فيديوهات تاورو فانتزي الفارطة. المهم فلنبدأ. قبل أي شيء قد يختلف معي بعض الناس في أمور، ولكن سأحاول الآن أوضح وجهة نظري وكل شيء، خاصة برؤيتي للشخصيات كثيرا في الإند جيم في البيتا، وأيضا لأني كنت محظوظ كفاية لأحصل على أغلب الإس إس آرز في اللعبة. المهم أول شخصية عندنا ستكون كوكو، سأضعها في الاي تير. هي سبورت وهيلر قوي جدا، قد لا تلاحظ قوتها في بداية اللعبة، لكن مستقبلا في سبايرل او اللي هو بايجون فانتازم ستلاحظ انك تحتاج لهيلر، وكوكو بالفعل ستساعد كثيرا. ايضا اليوم ستفتح الوان في وانز، واذا عندك كوكو ستكون هيلر ممتازة لك. طبعا لن اقول لك ان تاخذها في الاسسر سيليكتر، ولكن لو حصلت عليها فانت محظوظ. الان الشخصية اللي بعدها ستكون ميرل. صراحة ميرل يمكن ان اضعها بين الاس والاي تير، لكن سأضعها كاقوى وحيدة في الاي تير. فميرل شخصية ممتازة في كسر الدروع الخاصة بالأعداء، وعندها دامج جيد وستساعدك كثيرا في البي في اي، ولكن أهم شيء أن ميرل قوية جدا جدا في البي في بي. فمن الآن لو عندك ميرل يمكنك أن تجهزها للبي في بي، فهي ستكون إضافة ممتازة لك وستساعدك بشكل غير طبيعي. الآن لدينا سمير، هذه ستكون أول شخصية عندنا في الأستير، واللي تقريبا قد تكون الأقوى في كل لعبي للآن. الشخصية عندها دامج قوي جدا وتقوم بهذا الدامج بسرعة كبيرة جدا، ولو وعندك نيمسيس سيكون كومبو قوي جدا معها وسيجعل اللعبة أسهل بالنسبة لك. تقريبا هي ستكون أفضل شخصية ستحصل عليها من الاس اس ار بوكس، طبعا إذا لم تحصل عليها بالحظ من قبل. قوية في البي في بي والبي في اي، كما أنها ممتعة جدا. وعلى ذكر المتعة، كرو سيكون الشخصية اللي بعدها. هذه شخصية ممتعة جدا في طريقة اللعب، ولكن ستكون في البي تير. كرو عنده دامج جيد نوعا ما، طبعا بي تير لا يعني سيء، لكن لا يقارن بسمير او بعض الشخصيات الاخرى في اللعبة. لكن لو حصلت عليه لا تحزن، فعلى الرغم من انه ليس كسمير، لانه سيساعد في اللعبة الى ان نصل للليت جيم، وخاصة بما انه ممتع فلن يكون شيء سيء. فلو عندك كرو سيكون شخصية ممتعة وجيدة. الان كينج سيكون سبب وضعي لميرل في الايتير، لانه سيكون في الاستير. كينج افضل شخصية في كسر الدروع الاعداء بسرعة خارقة، وايضا عنده دامج جيد كما انه جيد جدا مع سمير ونيمسيس، فهو يشكل معهم فريق جيد. ولكن بالنسبة للبي في بي قد تتفوق ميرل في هذه الناحية. المهم ان كينج شخصية ممتازة في اللعبة وستساعدك كثيرا، كما ان له انيميشنز ممتازة. الشخصية اللي بعدها هوما، شخصية اخرى متخصصة في كسر الشيلد. بالنسبة لي هوما اول شخصية اس اس ار حصلت عليها في اللعبة ولعبت بها كثيرا. الشخصية عندها ميكس بين الدامج وكسر الشيلد، كنت اريد ان اضعها في الاي تير، ولكن لن استطيع وضعها مع ميرل في نفس الليفل، لذلك ستكون الافضل في البي تير. ولكن مع هذا اقول لك ان هوما لو حصلت عليها ستكون اضافة جيدة لك، ولو لا تملك الكثير من الاس اس ارز فهي تملك الدامج وقدرة كسر الدروع، كما انها تملك سلاحين في سلاح واحد وهي تانكي بشكل كبير. الان لدينا زيرو. زيرو سيكون شخصية في البي تير ايضا، هو لن يكون افضل شخصية لكي تلعب بها بين هذه الشخصيات طبعا، وكما اقول بي تير يعني جيد لكن هناك افضل منه. ولكن شيء مهم جدا انه لو نتكلم عن البي في بي، فزيرو قد يكون احد اقوى او ربما اقوى شخصية موجودة في اللعبة. يعني لو عندك زيرو وايضا تركز كثيرا على الايبكس ليج، فمبروك عليك، زيرو افضل شخصية وافضل سيناريو بالنسبة لك. الان تسوباسا، هذه الشخصية هي اكثر شخصية قد اشجعك على الحصول على النجمة لها، اي تشتري سلاحها مرة اخرى. ساضعها في الايتير، فهي تملك دامج سريع وجيد، كما يمكنها القيام بفريز للاعداء، وبتجربتي لها استمتعت كثيرا بطريقة لعبها. لكن لو تملك الشخصية على اول نجمة او الكونستليشن بمصطلحات جنشن، الشخصية عندها او سلاح ستقوم بباف لدامج كل التيم، يعني عندها بامكانك ان تستعملها كبافر، وايضا شخص يقوم بدامج، وعندها يمكنها ان تكون في الاس او قريبة من الاس تير. الان نيمسيس، الشخصية اللي في الليميتد بانر وسوف تذهب بدون اي شك للاس تير، فنيمسيس تقريبا اقوى سبورت في اللعبة، كما انها تملك سينرجي جيدة مع الشخصية الاخرى في اللعبة، خاصة الذين ذكرتهم قبل قليل. فاذا تريد ان تعرف ان كان من الجيد ان تقوم بسامن لها، فسيكون
سيكون ذلك جيد خاصة لو تملك سمير. الآن شيرو ستكون في البيتير. شيرو عندها بالانس بين الدامج وكسر الدروع، ولكن أهم شيء أنها ممتعة بشكل أسطوري. لا أعلم لو جربت الشخصية، لكنها ممتعة جدا، ولكن طبعا ليست أفضل من العمالقة الموجودة أمامكم. طبعا صحيح أنها ممتعة، ولكن لو هي عندك فكالعادة ستكون جيدة نوعا ما، لكن شيرو بالذات ليست قوية جدا بصراحة. كما ترون كل الاس اس ارز يعتبرون جيدين، ولكن للأسف ننتقل للاس ارز. أول اس ار سيكون بايلينج. هذه الشخصية ستكون في السي تير، ولكن لو حصلت على فول نجوم لها يعني 6 نجوم بالنسبة لها قد تصعد للبي تير، ولكن غالبا عندها سيكون عندك اس اس ار. ايكو أيضا شخصية جيدة كبداية، لكن سيتغيرها بعد وقت، يعني مثل كل الاس ارز. اني ليست بتلك الروعة، ستكون بين السي والدي تير، سأضعها في الدي تير صراحة. هيلدا هي أول شخصية قد أقول أنها من أسوأ ما يكون، مهما حصلت عليها لا تستعملها. الشخصية سلو وسلاحها غريب، يعني كل شيء فيها للأسف سيء. ربما لو حصلت على نجوم قد تقوم ببعض الدمج، لكن للأسف ليست بتلك الروعة. بيبر قد تكون خيار جيد لو أنت لا تملك هيلر من الاس اس ارز، لكن ستكون في السي تير. بالنسبة لي كوبالت بي وكلاوديا لم ينزلوا بعد، ولكن لكي أعطيكم فكرة عامة بما أنهم ظهروا في البيتا والتسريبات من قبل، يعني لكي تعرفوا إن كنتم يعني تريدونهم مستقبلا، كوبالت بي قد تكون أقوى شخصية في اللعبة حسب التسريبات وهذه الأمور، وكلاوديا ستكون شخصية جيدة في الأي تير. لكن كما قلت هذه فكرة عامة فقط لكي تحصلوا على الفكرة. هذه كانت التير ليست الأولى لأول تحديث في اللعبة. قولوا لي رأيكم وأيضا الأفكار أو الفيديوهات التي تريدونها مستقبلا عن تاور أوف فانتزي. أيضا بالنسبة لمحبي فالورنت لا تقلقوا، فيديوهات فالورنت سوف تكون موجودة، ولكن بما أن الآن تاور أوف فانتزي نزلت الآن فستكون هناك فيديوهات كثيرة عنها. تسلّيكم الاشتراك والسلام عليكم.